حضرتش اللي حصل، ممكن تحكي لي اللي حصل؟ تم اعتقالي اليوم انا ويوسف. طب عرف نفسك معلش. انا اسمي عبدو قاسم، ناشط سياسي مستقل انتمي لاي حزب او طائفه سياسي او جماعه. تم اعتقالي اليوم داخل مضارعه لما كنا بنشيل اغراضنا الهامه داخل ميدان التحرير. ما حدث اليوم ليس اقل من حرب عالميه ثالثه على ميدان التحرير. قيادة الأمن المركزي وقوات الشرطة العسكرية والمدرعات والبلطجية تم الهجوم على ميدان التحرير وساومونا أنهم سوف يفتحون الميدان فقط للسيارات ولن يتعرضوا المعتصمين داخل ميدان التحرير. نحن لنا مطالب مشروعة، نحن نطالب بقصاص عادل محاكم علنية لمبارك ونظام، إنهم ليس آلهة، إنهم بشر أخطأوا ولابد أن يقدموا لمحاكمة عادلة. نطالب بإسقاط النائب العام الذي تواطأ وتباطأ في محاكمة رموز النظام السابق. نطالب بتطهير الإعلام والداخلية والقضاء من سياسة مبارك التي ما زالت تحكم مصر حتى الآن. نطالب بعدالة اجتماعية حد أقصى للأجور للي ساكنين في القصور، حد أدنى للأجور للي ساكنين في القبور. نطالب بحرمان رموز الحزب الوطني الذي أصدر الحياة السياسية من العمل السياسي مدة لا تقل عن 5 سنوات. إنها مطالب مشروعة، ليس لنا مطالب فئوية، لا توجد جهات تمولنا. نحن نساهم.